لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إني جعلت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، أي يستأصلهم حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة تملك مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الذي حدث في فتوحات المسلمين أنها اتجهت ناحية الشرق وناحية الغرب، وأن ما كان من الشمال والجنوب فإن الفتوحات فيها كانت قليلة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل غلبة لهذه الأمة وهيمنة على سائر الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أي أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهذا الدين سيطرة على سائر الأديان ولو كره المشركون، ولو كادوا ومكروا ولو اجتمعوا صفا، لأنهم لا يستطيعون استئصال هذه الأمة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جمع له الأرض في صورة صغيرة فرأى مشارقها ومغاربها، وأنه أخبر أن ملك هذه الأمة سيبلغ المشارق والمغارب، وإنما بدأ ذلك بفتوحات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بها قبل فتحها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بفتح فارس والروم، وذلك في غزوة الخندق، عندما هم المسلمون بحفر الخندق ائتمارا بأمره عليه الصلاة والسلام، فعاقتهم صخرة كانت لا تؤثر فيها المعاول، فشكوها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع ثيابه
وأخذ المعول، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة ثم ضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر، فتحت الروم، الله أكبر، فتحت الشام، والله إني لأرى قصورها الحمراء من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة فكسرت الثلث الثاني، ثم قال الله أكبر، فتحت فارس، والله إني لأرى قصورها البيضاء من مكان هذا. ثم ضرب ضربة فقلع الحجر فقال الله أكبر، فتحت اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكان هذا. فبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الخندق بفتح بلاد فارس وبفتح بلاد الروم وكذلك بفتح اليمن. واليمن فتحت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل عليه الصلاة والسلام أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري إلى ملوك اليمن ومعاذ بن جبل أيضا فأسلموا، ففتحت صلحا أي اليمن. ثم بعد ذلك فتحت بلاد فارس والروم على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما فارس ففتحها سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة وأول من أراق قدما في الإسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فتح بلاد فارس في أعظم موقعتين، في موقعة القادسية وفي موقعة المدائن، وأتى بكنوز كسرى فوزعها على الجنود وأرسل لعمر رضي الله عنه في المدينة من كنوزها الكثير من الحرير ومن الذهب ومن الفضة ومن اللؤلؤ والمرجان وأشياء لا تعرفها العرب. جاءت إلى عمر رضي الله عنه وأرسل إليه تاج كسرى وسيف كسرى ودرع كسرى، وذلك إنعاما في إذلال هؤلاء الكفار وإعلانا بعز المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه. وأما الشام ففتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في فتح بيت المقدس، وكذلك خالد بن الوليد في اليرموك وفي أجنادين وفي غيرها، حملة من أكابر القادة فتحوا بلاد الشام التي كانت في يد الروم. فتحها أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وشرحبيل بن حسنة وغيره من عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وغيرهم من قادة المسلمين الذين شاركوا في فتح بلاد الشام. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح مصر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. فأخبر بفتحها، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك في عهد عمر بن الخطاب. فامتدت الفتوحات بفتح بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، ووقف المسلمون في عهد عمر عند بلاد البربر وعند بلاد ما وراء النهر، حتى جاءت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه ووجود الصراع بين المسلمين تأويلا بين علي وبين معاوية رضي الله عنه، انتهت بمقتل علي رضي الله عنه وتولي الحسن بن علي الخلافة بعد أبيه 6 أشهر، ثم تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان أول الملوك الصالحين. وكان ذلك في عام سمي بعام الجماعة لاجتماع المسلمين على كلمة واحدة، وبدأت الفتوحات. فعهد دولة بني أمية التي ترأسها معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وأحد كبار كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح البلاد ومصر الأمصار في 91 سنة من عمر الدولة الأموية، من سنة 41 إلى سنة 132، حتى بلغ ملك المسلمين إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا. وذلك أنه في السنة 93
من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قتيبة بن مسلم قد دخل بلاد الصين وضرب الجزية عليها وختم ملوكها ووطأ أرضها بقدميه. وكانت بلاد السند والهند وبلاد البنغال وأذربيجان وإرمينيا وبلاد الصين قد فتحت في عهد هذه الدولة، وكان أكثر الفتوحات في عهد وليد بن عبد الملك رحمه الله. فذلك أن قتيبة بن مسلم كان وطأ تراب الصين، وكان موسى بن نصير قد دخل إلى فرنسا على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار في فرنسا، وعلى بعد أميال من باريس كان المسلمون قد وصلوا إلى هناك في 93 سنة من عهد النبوة، من عهد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي وبعد 73 سنة، أو بعد 70 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان المسلمون قد فتحوا هذه الفتوحات ومصروا الأمصار، فبلغوا المشرق والمغرب. وقد فتحت كذلك في إفريقيا، آسيا كلها كانت تقريبا قد فتحت، وأما في إفريقيا ففتح شمال إفريقيا، مصر وليبيا وتونس التي كانت تسمى إفريقيا، والتي فتحت أيضا في عهد الدولة الأموية، فتحت هذه وأنشأت أول جامعة للمسلمين في القيروان، ثم بعد ذلك فتحت بلاد المغرب وبلاد الأندلس، ثم تعمقوا في إفريقيا ففتحت السودان والصومال وأثيوبيا ومالي والنيجر وموريتانيا والسنغال ونيجيريا، وكذلك فتحت ساحل العاج وأوغندا وغيرها من البلاد إلى مالي وإلى ملاوي في جنوب إفريقيا. امتدت هذه الفتوحات، وكان هذا نصراً عظيماً أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زوى الله عز وجل له الأرض، أخبره أن ملك هذه الأمة سيبلغ هذا الملك العظيم. ثم جاء بني العباس فامتدت فتوحاتهم في الشمال قليلاً، ولكنها لم تحافظ على ما بدأه بني أمية من الفتوحات، وبدأت هذه الدولة تضعف وتتضاءل حتى أنها مكثت زمناً بعيداً، ولكنها كانت متفرقة وكانت في داخلها دول، فنشأت دولة السلاجقة والأيوبيين والمماليك وكذلك الفاطميين العبيدية الشيعة الباطنية الكفرة الذين حكموا جزءاً كبيراً من بلاد المسلمين أكثر من 160 سنة، وذلك في ضعف الدولة العباسية. كان هذا الفتح عباد الله عظيماً، وظن كثير من الناس أن هذه الأمة قد تضعف وقد تموت، وأنه بالضغط عليها فإنها قد تزول، ولكنها عباد الله كلما ضعفت ضعفاً شديداً ومرت هذه الأمة ظن أعداؤها أنها ماتت، فقامت مرة ثانية قوية كأنها بدأت من جديد، فتولد عملاقة لا تولد صغيرة كما هو الحال في كل الأشياء، أنها تولد صغيرة ثم تكبر، ولكن هذه الأمة تضعف وتمرض، لكنها حين تولد من جديد تولد عملاقة مرة ثانية. في حالات الضعف الشديدة التي تعرضت لها الأمة في 8 غارات بربرية من الصليبيين على بلاد المسلمين، في حالة الضعف وحالة مرض هذه الأمة أعقبها حملات بربرية من المغول والتتار الذين حرقوا بلاد المسلمين، فجاءوا من أعماق آسيا ومن بلاد القوقاز مارين على كل بلاد المسلمين يحرقون فيها، حتى دخلوا بعد ذلك بغداد، ثم دخلوا بلاد الشام فدخلوا حلب وحرقوا دمشق، ولكن الأمة بعثت من جديد. ولكن هذه الأمة بعثت من جديد مع حالة الضعف الشديدة. خرج قطز لملاقات هؤلاء، وقبله صلاح الدين في كسر الصليبيين في موقعة حطين، حيث تم نصر الله سبحانه وتعالى على الصليبيين. في حالة ضعف الأمة سخر الله سبحانه وتعالى عملاقة
اخلاقا من هذه الامه. التف حوله جند مصر والشام ليقاتل هؤلاء السريريين في موقعه حطين. كان عدد جيش المسلمين 12,000 وعدد جنود الفرنجه 63,000. حاز صلاح الدين الماء وارسل النفاطه بحرق الحشائش تحت ارجلهم، ثم كر عليهم بالسيوف فقتل منهم 30,000 واسر 30,000 وفر 3,000 من المعركه، منهم حاتم طرابلس الذي فر بجرحه ومات به. وأسر صلاح الدين 11 ملكا من ملوك الفرنجة، وكان يوم عز للمسلمين. ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس، وكان يوما عظيما حين أقيمت صلاة الجمعة في الرابع من شهر شعبان بعد فتحها بسبعة أيام، إذ فتحها في 27 من شهر رجب. ثم بعد ذلك أقيمت أول جمعة في 24 شعبان بعد تطهير المسجد من كل الدناسات والنجاسات التي وضعت فيه، بعد أن علق القناديل وفرش السجادات وكثرت السجدات ورفع الأذان فانخلعت قلوب المؤمنين في ذلك اليوم نصرا عظيما. ثم أعقبه نصر بعد ذلك في دولة المماليك من سيف الدين قطز رحمه الله، الذي قاد جيش مصر والشام إلى مقاتلة هؤلاء التتار الذين كانوا قوة لا تقهر، فاستطاع قهرهم وغلبتهم ومطاردتهم إلى بلادهم بغير عودة إن شاء الله إلى يوم الدين. هذه الأمة عباد الله حكمت بلاد الأندلس 800 عام، ثم سقطت دولة الأندلس بعد نزاع بين ملوكها وأمرائها، وبعد رفه وتنازع على الدنيا سقطت بلاد الأندلس في فرنسا وأسبانيا والبرتغال، كانت تحت حكم المسلمين. سقطت وقتل المسلمون جميعا في بلاد الأندلس، وظن الناس أن الإسلام بدأ يترنح، فإذا بقوة جديدة تخرج من أواسط آسيا لتفتح أوروبا في الدولة العثمانية في نفس الزمن. وبعد 800 سنة من قيام دولة الإسلام في الأندلس ثم سقوطها بعد ذلك، قامت دولة جديدة في أوروبا، في أعماق أوروبا، ليأتي العثمانيين بفتح تركيا وبفتح قبرص وصقلية وسردينيا، ثم فتح بلغاريا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وبولندا وألبانيا، إلى أن وقفوا على أعتاب فيينا في النمسا. فدخلوا في أعماق أوروبا ليعلم الناس أن دولة الإسلام لا تموت، أن دولة الإسلام لا تموت. ليست هذه الدولة المبتدعة التي نشأت في العراق والشام والتي تحاول جاهدة أن تشوه صورة الإسلام بكل قوة، لكن الإسلام الذي قام على الحق المبين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على التفجير والتكفير والغدر والخيانة، وكذلك على أرواح المسلمين الذين يقتلون في هذه الحروب، إنما هم المسلمون. لكن كان المسلمون قديما مقاتلون شرفاء، لا يقتلون المرأة ولا الطفل، ولا يحرقون الديار ولا الأشجار، ولا يقتلون الرهبان في الصوامع ولا الأجراء الذين لم يتعرضوا لهم، ولا للمسلمين ولا لمن عليه عهد وذمة لم يكونوا يتعرضون له. فإذا كان خلاف ذلك فهو خلاف ما بني عليه الإسلام وما صنع الله عز وجل به المجد العظيم لهذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي، وإن الله أعطاني الكنزين الأحمر والأبيض. وذلك أن الروم كانوا يتعاملون أغلى معاملاتهم بالدينار الذي هو الذهب، والذي يقال عليه الأحمر ويقال الأصفر. وأما الكنز الثاني فهو الكنز الأبيض وهو الفضة، وهو كنز فارس، لأن معظم معاملاتهم كانت بالدرهم الذي هو من الفضة. وأنفقت الكنوز في الفتوحات الإسلامية، أنفقت كلها في سبيل الله، فوقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذ بعد موقعة القادسية فر هؤلاء إلى المدائن، وكانت هي العاصمة، عاصمة فارس. فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم بالفرسان، فقال اعبروا النهر، وكان نهر الفرات قد فاض وطفح حتى أنه يرمي بزبده على ضفافها، وكان في أعمق ما يكون. فأمر الفرسان أن يعبروا على الماء إلى الضفة الأخرى، فسارت الفرسان، فسارت الخيل على الماء، وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أحد الفرسان يحكي قصة العبور، فيقول كانت الخيل تمشي على الماء كأننا نمشي على الأرض، وكان الواحد منا يحادث أخاه، وكانت الخيل إذا تعدت قيد الله لها صخرة مرتفعة فوقفت عليها، حتى إذا عبرنا إلى الضفة رآنا الفرس فقالوا مجانين، أي بهم جنة، أي هؤلاء جن وليس بإنس، ففروا من المعركة. ففتح المسلمون المدائن وجاءوا بكنوزها، ووضعت الكنوز بين يدي عمر رضي الله عنه، وهو يقلب فيها ويبكي، هذه الأمة التي كانت ظاهرة طاهرة قد أذلها الله لما عصت الله سبحانه وتعالى، وأمة وليدة نصرها الله عز وجل لما أطاعت الله سبحانه وتعالى. فقالوا يا أمير المؤمنين، هذا لبيت المال، وهذه الجرة التي كانت مليئة باللؤلؤ والمرجان وغيره، قالوا هذه هدية من الجند لك، من نصيب الجند، جعلوها هدية لك. فأخذها عمر فوضعها في بيته، لا يعرف كيف يتصرف فيها، فنام رضي الله عنه، فوجد الملائكة تجره من رجليه إلى النار، ويقولون هذه الجرة. فقام فقال لا حاجة لي فيها، مع أنها كانت حقا له بإهدائها من نصيب الجند، لكن هؤلاء الأبرار، هؤلاء الطائعين المخلصين لله سبحانه وتعالى، كانت معيشتهم كبدة مع أنهم ملوك الأرض وأسياد الناس، أنفقوا كل ما يملكون في سبيل الله، فمكن الله لهم دينه الذي ارتضى لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، حتى وقف الأعيرابي منهم أمام كسرى يقول له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنفقت الكنوز في سبيل الله، وفتح الله عز وجل البلاد لهم، ومسكر الأنصار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا يستأصلهم أو يستبيح بيضتهم، فقال يا محمد إني قضيت قضاء، وأنه لا يرد عندي القضاء، وإني جعلت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولكن يهلك بعضهم بعضا ويسر بعضهم بعضا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله استجاب ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، سواء كانت من المرض والوباء الأوبئة التي تأتي فتستأصل الأمم، أو بنوع من العذاب ينزل من السماء كالطوفان والصيحة والريح وغيرها مما سلطه الله عز وجل على أقوام. وكان ذلك بحضرة أنبيائهم، لما عصوا الأنبياء أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان، وأرسل الله عز وجل عليهم الريح، وأرسل عليهم الصيحة، وأرسل الله عز وجل عليهم نارا تحرقهم. هذا الأمر عباد الله كان من الله عز وجل عذابا عاما استأصل الأمم من قبل أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الأمة فلا يستأصلها الله بسنة عامة،
لا يأتي جد عام يهلك الناس من الجوع فيه، ولكن قد يحدث في بعض بلاد المسلمين وتبقى البلاد البقية بعيدا عن هذه المحنة. قد تأتي الزلازل في أماكن، والبراكين في أماكن، والفيضانات في أماكن، والسيول في أماكن، لكنها هذه كلها لا تستأصل هذه الأمة ولا تقضي عليها. قد تأتي الأمراض والأوبئة في بعض بلاد المسلمين فتهلك عددا كبيرا منهم، لكنها لا تستأصلهم وتبقى هذه الأمة. وإن ضعفت هذه الأمة ومرضت وإن افتقرت فإنها تعود مرة ثانية قوية، تنهض من جديد لتستعيد مجد الأجداد ولتنشر ذلك في أرجاء البلاد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الشرك. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وكل مكان طلعت عليه الشمس سيدخله الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الغرب صنع لنا صنيعة لكي يحاربنا في عقيدتنا في بلادنا، ووضع أذنابه وأذياله لكي يهاجموا دين الله سبحانه وتعالى، ولكي يخرجوا بالناس من الإسلام إلى الكفر والإلحاد. وجاءت الشيوعية والمركزية والمادية والعلمانية والليبرالية إلى بلاد المسلمين تحت مسميات التمدن والحضارة، وظنوا أنهم غزوا بلادنا وأنهم يستطيعون القضاء على هذا الفكر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء. لكن هيهات هيهات، وجد الغرب أن هناك نبتة تنبت في بلادهم تحمل هذا الدين وتقاوم بكل ضراوة وشراسة لكي تنشر دين الله في أوروبا وأمريكا، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. أكثر من 40,000 في كل عام في ألمانيا، بلجيكا بعد سنوات ستكون عاصمتها كلها من المسلمين، هناك ولايات في فرنسا معظم أهلها من المسلمين، أكثر الأسماء انتشارا في إنجلترا هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن كان منذ 10 سنوات لنا 200 مسجد في أمريكا، الآن أكثر من 2000 مسجد. وفي الاجتماع الأخير عقد المسلمون العزم على أن يجعلوها في هذه الأيام تصل إلى 3,000 مسجد، والناس يدخلون في الإسلام بعد كل محنة ليعلم الناس أن هذا دين الله عز وجل، والله ناصره، والله سيمكن له سواء كنا نحن أم غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا يستأصل شأفتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: إني قضيت قضاء وأنه لا يرد، وأني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يستبيح بيضتهم أي يستأصلهم كلهم، أو أنه ينزل في أصل بلادهم بحيث يتمكن منهم جميعا ومن رقابهم، أن هذا لن يحدث أبدا، أنه لن يحدث ذلك أبدا، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلن يسلط علينا عدوا يستأصلنا جميعا ولو اجتمع علينا من بأقطارها، أي لو اجتمعت الجن والإنس ولو اجتمعت الدنيا كلها وكان بعضهم لبعض ظهيرا، أنهم لن يستطيعوا فعل ذلك، فإنه في حالات ضعف الأمة كان الكفار يظنون أنهم يستطيعون أن يميلوا علينا ميلة واحدة وأن يستأصلونا جميعا،
لقد جاء الروم في أكثر من 120,000 على حدود بغداد، وذلك لفتح دار الخلافة التي كانت دار الخلافة العباسية والاستيلاء عليها في عهد دولة السلاجقة. فخرج إليهم 1000 أرسلان في 20,000 من المقاتلين، وذلك أنه جمع العلماء والوجهاء وقال إن الروم قد رمتنا بحبها وحديدها وجاءت بفلذات أدبارها لأخذ بلادنا، ما ترون؟ قالوا نرى أننا لا نخرج إليهم، فإذا دخلوا بلادنا قاتلناهم وقاومناهم. فقال لا والله ما يقتربون منها. فجمع الجند، فجمع يومها 20,000، وهو قد سافر إلى الحدود، رجع منهم 8,000 وبقي معه 12,000، بقي معه من الجند 12,000. فلما صفهم أمام الجنود وجد أنهم 120,000 من الروم جعلوا في 12 قدوسا، أي في 12 طابورا من طابور الجند، وكان في أحد طوابير الجند الملك كان في خيمته في وسط هذا، فقال لا تقاتلوا حتى نصلي الجمعة، وكان ذلك في يوم الجمعة، فقال لا تقاتلوا حتى نصلي الجمعة، ويخطب الخطباء على المنابر فيدعون لنا، فإذا كان الأمر كذلك فلنقاتل بعدها، وليكن أول من يضرب بسيفه أنا، أول من يضرب بسيفه أنا. وكان على رأس الجنود لدفع الضرر عن المسلمين، وكذلك كان يرجو أن يستشهد في سبيل الله، ولم يكن يرى أنه سيبلغ ما بلغ. ثم جمع جيشه أمام قردوس الملك في قردوس واحد، وكر عليه كرة واحدة، فأسر الملك، ونودي في الناس أن الملك قد أسر، ففر الجنود وأعقبوهم قتلا وتجريحا وأسرا، وأسر الملك. فجاء به 1000 أرسلان إلى بغداد، فقال ماذا كنت تفعل بي إذا أسرتني؟ قال أفعل بك كذا وكذا من الذل والهوان. فقال إني لن أفعل بك هذا. وقال لبعض جنوده خذوه فبيعوه في السوق، فخرج يبيعونه في السوق، فلم يجد أحدا يشتريه إلا رجل قال أشتريه بكلب. فلما رجعوا إلى الملك قالوا إن هذا لم يأتي إلا بكلب، فقال الكلب أشرف منه، فأخذ الكلب فربطه فيه، ثم أطلق سراحه فدخل في ذلة ومهانة، فتم عزله من بلاد الروم لما لحق به من الذلة والمهانة. كان العدو يظن في أحيان أننا سنستسلم وأننا سنموت، كما جاءت فرنسا بكل حربها وحديدها ودخلت إلى مصر من دمياط، ثم إذا كانت في حملتها الفرنسية هذه وصلت إلى منصورة، تم أسرى ملكها لويس التاسع، وحبس وأهين وأذل، مع أن الدولة كانت ضعيفة وكانت تترنح، وكانت في نهاية دولة بني أيوب، وفي نشأة بداية نشأة دولة المماليك، وفي نزاع على الملك. لكن هذه أمة لا تموت، هذه الأمة لا تموت، وأنها إذا استنفرت وإذا استجمعت قوتها وإذا حققت الإيمان بالله عز وجل فإنه لم تقف أمامها أمة من الأمم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله لن يسلط علينا عدوا يستبيح بيضتنا أن يستأصلنا من أصلنا، ولكن الآفة فينا أنه يهلك بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، أو أن يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا الذي يقع في هذه الأمة من التحريش بين المسلمين. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بين المصلين، ولكن لم ييأس من التحريش بين المصلين. فهذا التفرق عباد الله هو سبب هذه الآفة. إن مهلكة هذه الأمة ستكون بأيديها حين يقتل بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، وحين يفجر بعضهم في بعض، وحين يكفر بعضهم بعضا. هذه هي الآفة التي تستأصل هذه الأمة، هذه هي الآفة التي تقضي على هذه الأمة، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا. هذا سيقع في هذه الأمة، مع أن الشرع ناهض ذلك،
وبين أن الطريق خلاف هذا، فأمر الله عز وجل بالاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. وقال الشيطان: مع الواحد، ومن الاثنين أبعد. وقال الراكب: شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتماع، وأمر بالتآلف والتصالح، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون أمة واحدة كما أمر الله عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فاتجاه الشرع إلى تجميعنا: استووا ولا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم، أو قال: فتختلف قلوبكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن هذا الاختلاف يؤدي إلى الفشل، ويؤدي إلى الهلكة، ويؤدي إلى اعتداء بعض الناس على بعض، سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باللعن أو بالتكفير أو بالتفجير أو بالقتل أو بالجرح أو بأخذ المال أو بالاعتداء على الأعراض. هذا كله عباد الله يؤدي إلى فناء هذه الأمة، يؤدي إلى فناء هذه الأمة. صحيح أنه لن يقع، لكن سيقع منه الكثير. صحيح أنه لن يقع هذا، وإنه لن يكون بإذن الله إلا هيمنة هذه الأمة على سائر البلاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، أي قسطنطينية. وقد فتحها محمد الفاتح العثماني بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها، وبقيت رومية لم تفتح إلى الآن، وهي عاصمة إيطاليا. وهذا يدل على أن هناك بقية لمجد هذه الأمة، ولعز هذه الأمة، ولسيطرة هذه الأمة، وستبقى هذه الأمة ما بقي الزمان، وستبقى ما بقي المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يكون آخرهم من يقاتل الدجال. وهذا دليل على بقاء هذه الأمة إلى آخر الزمان وإلى مجيء الدجال، بل تبقى هذه الأمة مع المسيح ابن مريم بعد الدجال، حين ينزل المسيح ابن مريم فيدعو إلى الإسلام، فيدعو إلى الإسلام، ويظل يدعو ويدعو حتى يجمع المؤمنين حوله، ثم تأتي نسمة طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبقاء هذه الأمة يتبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان، وسيبقى العز لها ما عملت بكتاب الله وما عملت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الأمة أن تأتلف، وعليها أن تتفق، وعليها أن تجتمع، وعليها أن تصطلح، وعليها كذلك عباد الله أن تزيل الحقد والبغضاء والكراهية من قلوب أبنائها، وعليها أن تقف صفا واحدا في وجه أعدائها، وعليها أن تحدد هذا العدو الذي يتهددنا في بلادنا، والذي يرسل إلينا هؤلاء في صورة هؤلاء الذين يزعمون أنهم يمثلون الإسلام في هذه الجبهات التي تنشأ كداعش وأنصار الشريعة وغيرها من النصرة وغيرها من هذه الجماعات التي تزعم أنها تدافع عن الإسلام، وهي تشوه صورة الإسلام في الداخل وفي الخارج، وهي لن تبقى كثيرا، لأن الزبل يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، لكن ستترك جيلا مشوها
من هذا التكفير والتفجير والاعتداء على حقوق الناس، وهذه الصور البشعة من الاعتداء بالذبح أو بالحرق على من يقع في أيديهم من الأسرى، ويقعون منهم من يقع في حرب وفي غير حرب، وهم يفعلون ذلك خلافا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأمر عباد الله يحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى التفاف حول العلماء وإلى الصدور عن رأيهم. وكذلك ينبغي عباد الله أن نجتنب الفتن وأن نقف صامدين في بلادنا حتى لا تسقط هذه البلاد من تكالب الأعداء عليها من داخلها ومن خارجها، يريدون باستماتة أن تسقط هذه البلاد لتسقط الأمة كلها، سواء كانت الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، لأن هذه هي النواة الصلبة التي تقف في وسط هذه البلاد، فإذا أسقطت وجزئت وضعفت فإنها ستضعف بقية البلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وأبناءنا وشبابنا التفجير والتكفير، اللهم واجعلهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.